سباقا شفت غير مثلا رأيكم أنا في هذا البث المباشر الليلة في رابع أيام رمضان في مباشرة مع معتكف من تطوان. أهلا وسهلا، مرحبا، نهاركم مبروك، أتمنى تكونوا قضيتوا نهار جميل اليوم مع الأسرة ديالكم والأهل ديالكم ومتابعينا. إذا مرحبا بكم في هذه الدردشة الليلية في هذا الموضوع اللي اخترنا لكم اليوم، طبعا اللي فرض راسه بإلحاح على المستوى الوطني وكذا الدولي متابعينا، طبعا اللي هو كما كتشوفوا في الشاشة أمامكم بعد فرض الحجر الصحي وإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، شنو رأيكم في العنف الزوجي اللي كاين بين الأزواج طبعا، وشنو هي الأسباب والدوافع والحيثيات الآن اللي انتشر هذا الموضوع بإلحاح الآن في بعد فرض الحجر الصحي؟ يعني علاش ارتفع العنف بين الزوجين في الحجر الصحي؟ شنو الأسباب؟ واش ما كانوش يعني كما تنقولوا تحكوا بشكل يومي في حال دابا، لان بالليل وبالنهار وفي الصباح وفي العشيه، او ان المتطلبات ديال الحياه متتبعين حتى هي فرضت راسها وعلاقتها بهذه الازمه الاقتصاديه طبعا، او المتطلبات، او ان الزوج هو ما فرضش ما متحملش هذا المشكل، او الزوجه كذلك تاهما للاسف كما تنشوفوا كاين بعض الازواج يعني اللي بالنسبه للراجل بالنسبه للمراه ما تحملوش هذا الحجر الصحي او المتطلبات ديالو الماديه. هذا هو المشكل اللي وقع متسبينا. اذا للتواصل معنا الان في هذا الموضوع متسبقا شفت بين ما كنتم، نذكركم بالرقم الهاتفي 06 43 02 89 18 في انتظار مكالمتكم متسبينا. مرحبا، ندرت شويه الليله حول هذا الموضوع بالضبط. اذا كما قلت بعد فرض الحجر الصحي والاعلان عن حاله الطوارئ الصحيه بالمغرب، شنو رايكم في العنف الزوجي اللي كاين بين الازواج متسبينا؟ مرحبا بكم اينما كنتم هذا الليله في رابع ايام رمضان المبارك. طبعا هذا موضوع اللي تيتقال عليه الكثير بشكل يومي يعني، ولكن في هذا الحجر الصحي ارتفعت وتيره الاعتداءات او العنف الزوجي، ممكن يكون العنف الجسدي او اللفظي كذلك. فين هو الخلل؟ بغينا اراءكم متتبعينا، فين هو الخلل؟ واش من طرف الزوج او الزوجه، او انهما معا، او الوضع الاقتصادي والازمه الخانقه اللي كتعرفها البلاد الان، يعني طبعا الناس كانت خدامه وما كانش خداماش، واش بالفعل هذا العنف هذا كيفتقد او عفوا تيوقف عف الاسر الفقيره او حتى الميسوره كذلك. بغينا اراءكم، او شفتوا شي حاله كتعيشوها في الحي ديالكم او الاقارب ديالكم اللي تعرضوا من هذا العنف بين الازواج بمناسبه يعني للاسف بهذا الحجر الصحي بعد ما تعلن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب. إذا بغينا شنو رأيكم متتبعين؟ هذا موضوع طبعا اخترناه اليوم لأن كنعرفوا مجموعة ديال الأسر المغربية ولا حتى الأوروبية تبعنا في وسط التواصل الاجتماعي، يعني كاين حالات للعنف للأسف على المستوى الدولي وماشي على المغرب. بغينا ندردشوا معكم متتبعين اليوم في هاد الحمد لله. إذا لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول محسن أبو العقاوي. طبعا السلام عليكم ليلى، اهلا وسهلا ليلى، مروان، سمية، سلام. اذا متتابعينا طبعا بغينا اراءكم ونذكركم بالرقم الهاتفي كذلك للتواصل 06 43 02 89 18. هذا موضوع طبعا اللي اكيد لا تخلو اي اسره للاسف نقول المغربيه او مابقاش في المغرب الان يعني خارج الحدود، لان هادو حالات. اذا الخلل هو الازمه، يقول عبد الابول فاطمه سلام، كيقول هو الازمه يعني الازمه الماديه ربما تكون كتساهم بشكل او بكثير في هذه القضيه، ماشي عامل ديال الوقت، لان في الحقيقه غيكون لاول مره في التاريخ انه ممكن الزوج يقضي اكبر وقت ممكن مع الزوجه، والعكس صحيح ان الزوجه هي تقضي اكبر وقت مع الزوج، وربما عاد بينه بعد الاضطرابات او الاختلالات في الحياه الزوجيه متتبعينا، لان ما كانوش متناسبين بها. ربما الزوج طبعا تيغادر المنزل في الصباح مبكر او على حسب توقيت العمل ديالو، او حتى الزوجه كذلك اللي كانت خدامه الان بعد طبعا في الحاله ديال الطوارئ الصحيه، بقاو جالسين مع بعضياتهم تيتا تيتا كما تنقولوا. كاين بعض الاسر اللي كما اللي معروف متتبعين انه تيكون داك الشد اللي ينقطع عليك خلاص مع تزامنت مع شهر رمضان الابراك، جرات العاده يعني الانسان اذا كان تيدخن وما كيدخنش يعني تيرتفع ديك العامل النفسي ديك الضغط مع حاله ديال الطوارئ وكذا. ربما بغينا اراءكم متتبعين بالفعل يعني اللي التواصل كذلك عند ذكركم بالرقم الهاتفي. الو الو الو، السلام عليكم. خويا باش هانيا صافا، مرحبا، الله يبارك فيك، شكون معنا؟ علينا وعليك مرحبا خويا.
معك عبد الغني من مدينة أكادير. شكون؟ عبد الغني من مدينة أكادير. سي عبد الغني مدينة أكادير، مرحبا سي عبد الغني، وتحية لكل المتسبعين من أكادير، مرحبا. شنو رأيك سي عبد ومرحبا الغني في بك. هذا الموضوع بالضبط اللي سنناقشه الليلة؟ سنقول لك هذا الموضوع، هذه بعدا أول حاجة، بعدا فرصة، بعدا ومناسبة في هذا الحدث الصحي من الأزواج، من الأزواج اللي أنهم خصهم يتقربوا بعضياتهم، يعني هذه فرصة مزيانة باش أنهم يتقربوا بعضياتهم. كان أنا في نظري بالنسبة لهذا العنف هذا من الازواج، هذا في عصر 2020، يعني خاص الانسان مابقاش، يعني مابقاش حاجه كتستحق ان الانسان خصو يتدابس. تمام. يعني كاين مساله الحوار، كاين انسان خصو يتفاهم، يعني كاين تفاهم، يعني الانسان خصو يتفاهم مع مراته، مابقاش ديك القضيه السيطره اللي خصني نسيطر على مراتي ولا 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 ولا، الانسان خصو يجلس اون طابل، خصو يناقش. يعني مساله دابا ديك السيطره ما بقاتش، دابا حنا يعني تبارك الله راه حنا تطورنا دابا. لا طبعا سي عبد الغني، طبعا انت مشيتي في الطرح ديال المذكر في اتجاه المؤنث، ولكن اذا كان العكس صحيح احيانا كنشوف عاود كل مرة. دابا انت قلتي الراجل خصو يتناقش مع مراته، وخصنا العكس صحيح دابا ان المرأة تناقش مع رجلها. يعني هذا اختلال، هذا مشكل الحقيقة هو عويص، وهذا ما تيرضى بهذا، وهذا هي كتقول ولا هو اللي خصو يحني الراس، وهو تيقول كذلك. تفضل اسمع اسمع اسمع، باش نقول لك تفضل. شتي لك على الراجل واحد زي ما الامور، نعم باش نكونوا شتي نكونوا واقعيين كما تفضل. كنقولوا احنا في اللغه، الى طرف التيران من النهار الاول، وقاضي الامور ديالي هل لي عليا وهل لي عليا وهل لي عليك وهل عليك من النهار الاول، يعني قبل ما نعقد عليا وتعقد عليا، هل كاين الناس وهل كاين وهل كاين وهل كاين، صافي سالينا، يعني هل كاين وهل كاين وهل كاين، من النهار الاول نحطوا الامور سي عبد الغني، مقابل. انت مجوز؟ نعم استاذي. انت متزوج ولا اعزب؟ لا باقي ما زال، ما زال كانت هذه يعني بتخاف، ولكن ما يسرش الامور. نطلب الله الخير، نطلب الله. لا طبعا هو كلامك على صواب السي عبد الغني، ولكن الحياة هي مدرسة، ومع استمرار طبعا على ما يعني على ما يبدو بالملموس، يعني او هذا الشيء اللي قلتي. طبعا انت هو اللي تيكون في البداية ديك الحلاوة في الأول، ولكن مع استمرار ديال هذاك الحياة الشيء بيظهر لك كي الشيء، الانسان شوف كيقول لك روتين. الا راح كمدتو مراته ولا ولا ولا، والله هذاك الشيء اللي غا هضره الشيء لا الانسان، ماشي الشيء الراجل، الى حط زي ما الامور نهار الاول، تفضل. يعني كما كنقولوا، يعني ما تعطيش الحرية بزاف، وما تعاودتيني وما تسيطرش، لا يعني طبعا ناقش، طبعا نحط الامور ديالي والطابل ديالي وناقش، يعني طبعا ما غتكون الامور الا غادا مزيان. شوف دابا حنا ناخذ مثال، شوف تخبيط الابناء دابا، شوف دابا غير الابن، نعم هذا الابن راه نفس المثال، وقع بحال شوف دابا غير الابن، يعني كيف نعم ما انك انت كيفاش كتربي ولادك، يعني خصك تتعامل مع بعضك عادي، الا تقتي ولادك عاوتاني هذيك السيطره راه ما غاديش لا من طبعا فاش طبعا طبعا طبعا، ولكن هو في سياق ذلك سي عبد الغني، على ضوء على كما قلت في البدايه، انه هذا الحجر الصحي جا استثناء وصدفه، الوضع الاقتصادي الوضع المادي، يعني الازمه، العامل النفسي طبعا، لان دابا ممكن تكون انت لازم تدخل مع راسك، ولكن ما تحملش راسك ان يوميا انت في الدار، ولك الوليدات، الصداع ديال الوليدات، وقفه وجيب واراء، ودابا مع الصيام تزامن هذا الشيء مع رمضان المبارك. للاسف حنا كنعرفوا الثقافات المغربيه، يعني ديك الشد اللي ينقطع عليك احيانا، هذا هو المشكل. ولكن على العموم في سياق ذلك سي عبد الغني، كاين شي حاله مثلا في الجوار، يعني او في الحي فين ساكن فيه، سمعتي شي عنف ولا شي غوات في هذه الحاله، في هذا السياق؟ في الحي ديالي لا، في الحي ديالي لا، ما سمعت حتى شي سميتو، الحمد لله. ولكن واحد الصديق ديالي اللي كان في هاد الفتره دي، واحد الصديق ديالي كان يعني وقع لي مشكل مع بعضو، ولكن دخلنا، ولكن دابا راه مزيان الامور، راه مزيان ايوه الحمد الحمد لله، لله الحمد لله. دابا راه غاديين مزيان الحمد لله. يعني كانت المراه يعني كدوز بواحد المرحله يعني اللي مرض، يعني عادي ما تفهمهاش، وهذا باش بلسنا وحطيناهم، يعني احنا بعض الاصدقاء اون طابل داكشي تناقشوا حتى هو تفهم الامور، ايوه يعني الحمد راه خاص لله. الراجل عاوتاني بعض المرة كتكون عندها بعض الفترات هي يعني المرضيه وهذه وغير ذلك، خص هو يتفهم، وهي كذلك خصها لا يتفهم، طبعا بحيث طبعا الزمان، طبعا بحيث الزنقه، بحيث هذه، بحيث هي خصها تفهم وصافي. طبعا. ايوا على العموم سي عبد الغني، شكرا لك، هذه تسالات شكرا اخرى، بزاف ميرسي، خويا، بارك الله الله فيك، يبارك شكرا، فيك، وتحيه وتبارك لكم متابعينا من بزاف، اكادير، الى اللقاء، شكرا بارك الله شكرا. فيك. لان متابعينا كما سمعتوا، اول متصل لمدينه اكادير طبعا اعزب، لان بغينا نطرحوا السؤال باش المتابعين الاوفياء يعرفوا انا واش متزوج ولا لا. هنا مازال اعزب بحال هكا، مازال ما دخلش للتيرا، ما عرفش شنو الخبايا وشنو تينتظروا. نتمنوا الخير طبعا، نتمنوا له التوفيق في حياته الزوجيه مستقبلا. اذا متابعينا طبعا في انتظار المكالمات ديالكم كذلك في نفس الموضوع، بعد الفرض الحجر الصحي والاعلان عن حاله الطوارئ الصحيه بالمغرب، شنو رايكم في العنف الزوجي اللي كاين بين الازواج؟ اتصلوا بنا على رقم، بغينا اراءكم طبعا، الدردشه 0643 02 89 18. اللي هو الموضوع خرجتو على الموضوع. اوكي متابعينا الروعه من فاس، مرحبا. اذا طبعا متابعينا، هذا هو الموضوع اللي اخترنا لكم اليوم، معنا مكالمه اخرى.
الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف ديالك بخير؟ صافا، مرحبا، شكون معنا؟ معك يونس من مدينة مراكش. يونس من مراكش. اهلا وسهلا سي يونس، تحيين كل متابعينا من مراكش. مرحبا، تفضل. شنو رايك سي يونس في هذا الموضوع؟ الموضوع بالنسبة للراجل مع مرتو ديالو، بقيت عليك سيد جماعة مع مرتو، خصو يكون معاها بجنب ديالها، وخصو يعاونها في الحاجة كاع اللي شافها تقيلة عليها يخففها. انا بالنسبه لي انا كندخل مع مرتي، نعم، ندخل مع الكوزينه نعاونها، كان شي مزيان اشغال ديال الطعام نقضيها معاها، مزيان، بعض المرات تمشي كاع تنطيب. مرحبا، مزيان. كل مره وعاش ما بالنسبه كتقولكش لي ما, ك... انا كبار. ما كتقولكش هذه جبتيها مالحه ولا هذه مسوسه ولا هذه خايبه؟ لا. لا لا، ما تقول لي لا هذه مالحه ولا مسوسه. لا، بالنسبه لينا حنا مراكشيين، اللي المراكشيين اصلا سميتو نعم. تيكونوا عندهم الطياب، لان اصعب حاجه الى طيبتيها تعرف طيب كل شيء. الى صوبتي مثلا الطنجيه، نعم. الى صوبتي مثلا اذا الطنجيه دابا اللي فهمت، وطيب. دابا اللي فهمت منك ان المرأة المراكشية الكود ديالها هو الطنجية، اذا صوبتي الى طنجية رضت عليك. انا المرأة عندي نعم، اول سميتو اول عقد جات لمراكش هنا، فاش ما كنسمعكش مزيان، ما كنسمعكش مزيان. نعم، بالنسبة لي أنا المرأة عندي من فارس. اوكي، مرحبا، ربي يخليها لك. المرأة ما كلات الطنجية بالنسبة ليها، وفاش جات لمراكش صوبتها لقات فيها واحد الدار زوينة، فهمتي، بالنسبة مختلفة على الماكلة الأخرين. ايوا سيدي، مزيان، الله يخليكم بعضكم. اذا على ضوء ذلك، الحمد لله ان من خلال الكلام ديالك انك الامور بخير 100% 5 5، ولكن في هذه الاوضاع ديال الحجر الصحي، واش كاين شي حاله في الحي جاركم قريب عليك وقع له شي مشكل بسبب هذا الحجر الصحي والحضور اليومي ديال الازواج في المنزل؟ حتى تسمع ولا برا ما كاينينش. لا، بالنسبه لهادشي ما كاينش. تنسمع مثلا اللي فاش كتقطع مثلا الصوت ديال الشارع والصوت ديال الناس في الازقه، بحال تسمع مثلا الاصوات ديال الناس من المنزل لمنزل. يعني كتسمع، كيجيك شي صوت انه كاين شي صداع لهيه يعني؟ ايه، تيجي مثلا دابا فاش تنقص الصوت ما تيكونش الصوت، نعم، تيجيك واحد الصوت. بالنسبه لي بحال قلتي الملامح ديال الصوت، تسمع بان واحد الصوت راه كاين من جهتك، طبعا واخا طبعا. تيكون بعيد عليك شويه ولا شي حاجه، المهم تسمعو. ماشي بحال الايامات الاخرى العاديه فاش كان لك شي صوت في الشارع ولا في الخارجه، اوكي، تيبان لك بانه راه واخا. فرق كبير بين دابا وبين ديك الساعه. شكرا لك الاخ من مراكش، عندنا مكالمات اخرى. شكرا وتوفيق، رمضان مبارك سعيد، الى اللقاء، فرصه لاحقه ان شاء الله. انا وعليك شكرا، شكرا الله. لفن. عندنا متسبينا كما سمعتوا، طبعا، لأنه قال إذا عرفتي الطيبة راه طيبتي كل شيء. الكود هو الطنجية المراكشية عند الأخ من مراكش. تحية كل متسبينا الأوفياء من مراكش داخل المغرب وخارج المغرب. طبعا هذا موضوع أكبر نسبة العنف في أجنون. أخ معتكف، جهة طنجة والحسين، ما أكبر نسبة العنف فيها في هذه الفترة من خلال اتصالات الواردة علينا كجمعية؟ تقول وفاء البفراحي، وفاء الأخت وفاء البفراحي كتقول أن أكبر معنا مكالمة هاتفية. ألو، السلام عليكم. مرحبا، شكون معنا؟ ما كنسمعكش مزيان، تفضل. الو، انت وقيلا دايره هوت بار، افضل تهضري نيشان باش يدخل الصوت مزيان. تفضلي، ما سمعتكش. شكون معنا؟ شويه الصوت غارق. تفضلي، قل لي شرف نفس السميه. فتيحه، مرحبا. من اي مدينه؟ من اي مدينه؟ لا، فتيحه. نعم، مع الصوت بعيد، ما سمعتش المدينة. تيزنيت. اوكي، مرحبا لاله فتحة في تيزنيت. تفضل، شنو رأيك لاله فتحة في هذا الموضوع؟ الصوت ضعيف، الصوت ضعيف بالنسبة للمتتبعين اللي تابعينا في المباشر، ربما ما يسمعش. تفضل. الو، كتسمعني؟ نوي، دابا مزيان. الوقت باش نرجعو، قال لي واحد الراجل كيطلق المرأة بزاف في تيزنيت. في تيزنيت بزاف ديال المرأة. شنو الساعة كانت تقريبا؟ مع هاديك 9 ونص هكاك ديال الصباح ولا الليل؟ لا،
ديال الليل يعني بعد الفطور. من بعد الفطور والناس كيجيو هنا باش نرجعو للصباح وداكشي، هما كيشوفوها هي كتاكل العصا وتا واحد ما يقدرش يتدخل. وما اتصلتوش بالشرطة نتوما يعني الناس اللي كانوا كيطلوا؟ لا هذا خطأ في الحقيقة، لأن هنا حتى في السياق ديال عدم تقديم مساعدة الشخص في حالة خطر كيعاقب عليه القانون الأخت من تيزنيك، لا، لأن هي كل واحد بنادم داخل ظهره. لا طبعا، ولكن ملي كيكون إفراط في القوة يعني في هذا العنف بحال هكا وكلشي تيطلع من السراجم، يعني أضعف الإيمان الإنسان كان يتصل برقم 19 ديال الشرطة. وهنا كتدخل أولا قدمت واحد الخدمة، وفي نفس الوقت من الناحية القانونية عفوا عدم مساعدة شخص في حالة خطر كيعاقب عليه القانون على العموم. وكيفاش كمل لي على هذه الحالة كيفاش كمل؟ صافي كان كيجيب شرجم شوية دخلها للدار وصافي وقصها، حيت بزاف كيكون كد العنف ديال المرأة بزاف كاينة، وخصوصا مع هاد الحجر الصحي وهذا كيكون المشاكل بزاف بين المرأة والراجل. حيت الراجل ديك الساعة كان كيخرج للزنقة، ما كيتسوقش للمرأة، كيعمل بزاف، حيت المرأة والراجل في الدار كيكون داك النقاش بزاف. يكون كاين نقير. كيكون وفي النقاش رأيك شكون هي الجهة اللي كتكون كتنقر بزاف؟ واش الراجل تجاه المرأة ولا المرأة تجاه الراجل؟ بصراحة لا ما نكذبش عليك، الراجل راجل انا المرأة اللي مقابلة ولادها، انا مجوجة دابا 20 عام هادي باش مجوجة، تبارك الله. الراجل بزاف يعني كيغري. دابا ملي كتهضر على الراجل نقر كتهضر على الحالة ديالك انت ولا بصفة عامة؟ بصفة عامة الراجل كيكون فيه بعض بزاف، ما نكذبش عليك. إذا أنت عندك راجل تينقر عليك في هذا التوقيت، إذا أنت عارفة له الكود، عارفة الخطة. إيوا مزيان يا سيدي، هذا نداء موجه من الأخت، ذكرني بسمية، ذكرني حتى الأول ما سمعتش السمية. من فاتحة من تجنيد، هذه رسالة لكل النساء في العالم، أنهم دايما كينقروا في هذه القناة تبعوها في الدار. أوكي 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 يلا فتيحة، شكرا ليك وشكرا لكل المتابعين الأوفياء من تيزنيت. ألو، إذا كما سمعتم متابعينا المتصلة من تيزنيت قالت لك الرجال كاملين هما اللي فيهم المشاكل. طبعا هذا رأيها الشخصي اللي مايمكنش أنعمه، كنعرفوا أنه كاين مجموعة ديال الرجال طبعا اللي كيما تيقولوا السمنة على العسل، وما تيحركوش حاجة رغم الضغط أو كذا، كل واحد له طريقته والمحيط اللي عاش فيه واللي تربى فيه على العموم. ولكن هو واش سلبي او ايجابي انه يكون رجل تاني هذا الحد؟ هذا موضوع اخر. معنا اتصال هاتفي اخر. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا، شكون معنا سيدي؟ عمر من الفنيدق. عمر من الفنيدق، اول متصل من منطقه الشمال الغربي. مرحبا سي عمر من الفنيدق، شكرا لك. شنو رايك سي عمر في الموضوع؟ اولا كنشكر شوف تي في على هذه المبادره اللي كتعمل وكتونسنا صراحه. مرحبا سي عمر. هذا الوقت بالضبط خصوصا في هذا الحجر الصحي اللي كنعيشوه دابا وكيعيشوه المغاربه كاملين. مرحبا، هذا واجب، هذا واجب، هذه قناه الشعب، قناتكم شوف تي في، احنا منكم واليكم. مرحبا، تفضل. انا كنت تاخد تاكسي اللي كانت كتهضر دابا، حيت انا واحد الحاله شفتها البارح. نعم. ان واحد السيده كتعنف راجلها بواحد الطريقه غريبه، ان السب والشتم والقذف، والسيد مسكين يعني في واحد الحاله تقول ما عنده جهد للأسف. للأسف. ومن بعد ملي عرفت من مورا داك الشيء، السبب داك الشيء هو أن نظرا للأب الدروب اللي كيعيشوها دابا كافة الناس في هذا الحجر الصحي وعدم الشغل وهذه، أنهم كيعجز أنه يلبي الحاجيات المنزلية. وللأسف أن الزوجات ما كيتفاهموش هذه القضية هذه، أنهم ما كيعرفوش أنهم يعيشوا ظروف على حساب هذا الحجر الصحي. لأن هو بالنسبة للعنف ديال الرجل ضد المرأة أو بالنسبة للمرأة ضد الرجل، راح ساري به العمل دايما، ماشي بالضروري يكون في هذه المدة ديال الحجر الصحي. أرسلناه في هذا الحجر الصحي، كاين واحد الاحتكاك بين المرأة والرجل كيكون جدا. نعم. هو اللي كيجعل يبانوا كاع المشاكل. لا طبعا سي عمر من الفنيدق، هو كما قلتي هو العنف حاضر بشكل يومي بين ظهرانين يعني صباح مساء، ولكن ارتفعت الوتيره ديالو في هذه الاونه الاخيره بخصوص الحجر الصحي وحاله الطوارئ اللي كنظن العالم وليس المغرب. للاسف خاصه ملي كنسمعوا ان الزوجه كتعنف الزوج او الزوج كيعنف الزوجه، ولكن عي هو المعطى اللي تيثير اكثر من سؤال. هنا غادي نعطيك واحد السياق ديال علاقته بالماده الصحه
الصحفيه، هو ملي كنسمعوا ان الكلب هاشاك عض المواطن كيجينا عادي، ولكن ملي كنسمعوا المواطن عض الكلب كتجينا غريبه. اذا ملي كنسمعوا الزوجه ضربت الزوج كتجي اوكي. للاسف طبعا نتمنى ما نبقاوش نسمعوا في بلادنا وفي هذه الحالات ديال الاعتداءات الجسديه واللفظيه. سي عمر من الفنيدق، شكرا لك على الاتصال وكنحييوك. شكرا، ميرسي، مرحبا، بارك الله فيك، شكرا. إذا متابعينا كما سمعتوا على لسان هذا المتصل سي عمر من مدينة الفنيدق، أول متصل تيدخل معنا في اليوم من جهة الشمال الغربي على مستوى جهة طنجة والحسيمة. للأسف كما قلت هو أنه ملي كنسمعوا الزوجة كتعنف الزوج كتجي بالنسبة للرأي العام كتجي شوية غريبة، ولكن حيت هو مولف أن مثلا جرت العادة أنه الزوج كيعنف الزوجة، ولكن للأسف مرة ثانية هو أنه كاين أزواج كيتعرضوا العنف خطير وما كاينش اللي تدافع عليهم، على غرار ان كاين جمعيات ديال العنف ضد النساء وما كاينش جمعيات ديال العنف ضد الرجال. كاين مؤخرا ولكن زعما ما حاضرينش للعلن هكا للاسف. اذا نتمنى متابعينا احنا ما نبقاوش يعني نسمعوا في حال هذه الحالات، لان الظروف الاجتماعيه الله يحسن العوان خاصه في الظرفيه ديال الحجر الصحي الان، كاين اللي كان خدام وما بقاش ديك البركه اللي كانت عنده، المهم على العموم مشاكل اقتصاديه يعني اللي جينا ندخلوا فيها اليوم، راه خصنا من هنا 7 الصباح وما غادي نتفكوش. ولكن طبعا هذا الحجر الصحي في الحقيقه هو على البتاريات كما تنقولوا، مجموعه ديال الحالات على المستوى الوطني وكذا الدولي، وكان في اتصال مع بعض الاصدقاء ديالي خارج ارض الوطن، مجموعه ديال الدول نسبه ديال الطلاق ارتفعت في بعض الدول الاوروبيه بسبب الحجر الصحي. وهنا غادي نذكر بالكلمه والتعليق عفوا اللي دارت الاخت وفاء بوفراحي اللي قالت ان جهه طنجة والحسيمة الان كتعرف اكبر عدد ديال الاعتداءات ونسبه ديال العنف في هذه الفتره ديال الحجر الصحي، هي اكيد من خلال التعليق ديالها انها فاعله جمعويه، ولان اتصالات تيتصلوا بهم الناس بخصوص هذه القضيه. عندنا اتصال اخر. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام سي وعتا، كيف معك؟ وفاء البوفراحي، جمعيه بسمه الخير مضيق. مرحبا لاله وفاء، ومرحبا بالناس ديال مضيق، اهلا وسهلا، مرحبا. سيده وفاء، شنو رايك في هذا الموضوع بالضبط؟ انتم كجمعيه واش عندكم شي، حدثنا على هذا الموضوع بالضبط كجمعيه. كجمعيه وانت كتعرفنا سي وعتا كيف اننا كنشتغلوا في هذه الحالات العنف، فعلا بهذا الحجر الصحي كاين العنف كتكثر بكثره اكثر في مناطق الشمال، وغنهضر على عماله المضيق والفنيدق، لان النساء كان اكثر النساء هما المعيلات للاسره ديالو. سدت الباب بالديوانه، ارجعوا المشاكل. يعني كتهضر على النساء التهريب المعيشي. التهريب المعيشي لانه هما المعيلات. مرحبا. واكثر الحالات اللي جاتني غير مؤخرا هاد 4 ايام د رمضان، اكثر من 8 الحالات غير في المنطقه ديالنا. يعني واكثر كيهضروا ان ديك الزوج اللي ما خدامش اولا، الفقر، الهشاشه، يعني عندهم مجموعه ديال المشاكل اللي كتراكم على ديك النساء. يعني كيكون احيانا كيكون عنف متبادل اللي كتجبر لك المراه كتقول لك عندي العنف الزوجي، العنف الاقتصادي، العنف القانوني. كاين النساء اللي ساكنين في المنطقه ولكن عندهم مشاكل مع السلطات والقانون، الملفات ديالهم بقاو عالقين في المحكمه، يعني باغيين يرجعوا لبلادهم وما قادرينش. كاين اللي عندها 6 الوليدات و7، يعني انا ما كنقولش ان المراه ما كتمارس العنف، كاين العنف متبادل. انا سمعت التدخل ديالك وكل شيء، قال لك يعني كاين المراه اللي كتعنف الزوج ديالها، فعلا كيتواردوا علينا حالات ديال العنف، حتى الزوجه كتمارس العنف ضد الرجل ديالها. وكذلك من خلال الاحصائيات اللي عملنا مؤخرا كشبكه نساء متضامنه ومجموعه الجمعيات جهه طنجه تطوان الحسيمه، طنجه هي اكثر الحالات العنف اللي كتوارد علينا في هذه الايام. ما عرفناش السبب صراحه، يعني كاين الضرب، كاين الجرح، كاين الطرد من بيت الزوجيه، يعني مجموعه الحالات اللي كتوارد. انتم عارفين دابا يعني ان المحاكم يعني باش الاجراءات يعني بزاف الحاجات اللي ما حتى ديك المراه مسكينه كتقول لك انا خصني غير اللي يسمعني. دابا رجعنا كنعرفنا نعملوا الاستماع عن بعد، كتصنتوا له يعني عن بعد. النساء كنقول لك نحن نعاني على ضوء على 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 ضوء ذلك. استاذه وفاء، يعني في السماع عن بعد واش عندكم تنسيق مع النيابه العامه، خصوصا انت قلت لي كاين حالات ديال الخروج من بيت الزوجيه يعني تيجري عليها من الدار مثلا، وفي هذه الفتره ديال الحجر الصحي، يعني شنو الاجراءات اللي كتاخذوا انتم كجمعيه في هذه التدخلات عاده في هذه الحالات الماساويه للاسف في هذا الوقت الراهن ومع رمضان بالضبط؟ تفضل. اكثر الحالات، هذه الحاله اليوم
السيدة عندها 6 وليدات، عندها العنف ممارس عليها من خلال الزوج ديال اللي مدمن، يعني وصلنا معها للحد كتقول لك انا ما بغيت والو، بغيتكم تسمعوني، غادي تعملوا الاجراءات القانونيه، الزوج ديالي غادي يدخل للحبس، غادي يخرج ملف اخر. قالت لك انا شكون اللي غادي يحميني؟ ما قدرتش تمشي عند عائلتها اللي في كازا، يعني خرجت ماشي مستعده ان تشتغل، 6 اطفال غريبه عن المنطقه، يعني كتقول لك هذا عنف يعني مزدوج. لهذا احنا حاولنا، كان عملنا لديك جلسات نفسيه عن بعد، كتقول لك انا بغيتكم غير تسمعوني. اضطريت وفي واحد اللحظه قالت لي انا كنفكر في الانتحار. قلت لها هذا ماشي حل، ماشي حل طبعا. قلت لها خصك تصبر، ما عندنا ما نعملو، اللي كنطلب منك. عملت معها واحد التواصل، دابا لحد الساعه باقي كنتواصل معها هاتفيا، يعني غير كان فحالي كتقول لي انا نفسيا كتعيط. الله يحسن العوان. يعني دابا مع دابا ما عندها كيفاش تتحرك، ما عندها، كتقول لك انا دابا مقيده 6 الوليدات، باغا نمشي لدارنا، الا مشى الراجل في الحبس ما كاينش اللي غادي يعيني، طبعا الدولة غادي تكون مسؤولة عليا ان غادي تحميني. هذا هو الاشكال في هذه الظرفيه صراحه. للاسف كجمعيات كنعانيو اكثر. لا طبعا ما جات في الحاله ديال الطوارئ الصحيه للاسف، ما منع تنقل بين المدن، يعني هذا مشكل طبعا عويص. على ضوء ذلك يعني كذلك كاضافه سي معتكف، ان حتى مراكز الايواء النساء المعنفات عندنا الخاصه في مناطق الشمال معدوده، تطوان كامله ما فيها شيء. الا شفنا كاين مركز في طنجه وفي الحسيمه، يعني ما كاينش جهه طنجه تطوان الحسيمه 8 الاقاليم وما عندنا شي مراكز الايواء، ولو على الصعيد الوطني ما كاينش الدعم. يعني حتى ديك المراكز راه الدوله ما عندهمش الدعم غير كافي، راه غادي يسدوا، وديك الناس غادي يبقاو في الشارع، التشرد، الدعاره، مجموعه ديال العوامل. لا طبعا طبعا، خاصه كما قلتي الاخت وفاء، على مستوى عماله المضيق الفنيدق بعد ما تم اغلاق المعبر الحدودي، وكان عدد كبير ديال النساء تهرب المعيشي للاسف اللي في الاونه الاخيره. وللاسف هادشي تزامن مع بعضياتو، تم اغلاق المعبر الحدودي مباشره، جات حاله ديال الطوارئ، يعني اغلاق المعبر يعني على مستوى الدخول والخروج، واغلاق المعبر الحدودي بالنسبه للنساء رجال النساء ورجال التهريب المعيشي. حنا في شوف تيفي طبعا كنا دائما تنحطوا الرحال بالمعبر الحدودي، كنشوفوا ديك المعاناه الليليه ديالهم، كيفاش كيباتوا، كيفاش كيعانيوا، وللاسف حتى الحالات ديال الوفاه اللي كانت كتوقع تما بين التدافع وكذا، انت كتعرفي بحكم انك من منطقه ديال عماله المضيق الفنيدق للاسف. اذا طبعا هذا موضوع متتبعينا. اخت وفاء شكرا لك على التدخل، وعطيتينا يعني في الحقيقه ألمتينا معك وألمتي المتتبعين، ولكن هذه هي الواقع، هذه الحقيقه. شكرا لك على الاتصال. مرحبا بكم كذلك سي معتكف. مرحبا مرحبا، شكرا لك. شكرا، مع السلامه، الى اللقاء. اذا متتبعي خلينا نشوف فيك، كما سمعتوا الانسان الاخت وفاء البوفراحي، فاعله جمعويه من عماله المضيق الفنيدق، هدرت على حاله اليوم ملموسه انه عنف جسدي بين الازواج، وسيده عندها 6 ديال الوليدات ام الدار البيضاء، يعني تباش يمكن لها تغادر المنطقه ديال عماله الفنيدق، عماله المضيق الفنيدق، باش تمشي للدار البيضاء، ما عاد يمكنلاش لان منع ديال التنقل طبعا في هذه الحاله ديال الطوارئ. وهذو هما المشاكل العويصه في الحقيقه اللي كتخلق، اللي خلقت عفوا في هذه الحاله ديال الطوارئ. ولكن ملي كتوصل ان عاود الراجل اللي خرج المراه من الدار ب 6 ديال الوليدات في رمضان والحجر الصحي، عرف راه صافي شفره كما تنقولوا، وصلت العظم للاسف، العامل النفسي، وقالت انه مدمن على المخدرات او كذا. اذا هذا مشكل، ومشكل كبير، اضافه الى غياب مراكز الايواء على مستوى جهه طنجه والحسيمه ككل، رغم المجموعه ديال المدن والاقاليم كذلك. شكرا طبعا للاخت وفاء من المضيق، في انتظار مكالماتكم متتبعين. نذكركم بالرقم الهاتفي اللي كيبان على الشاشه، ولكن نذكركم به عفوا 06 43 02 89 18. طبعا هذا موضوع متتبعينا، فيه مجموعه ديال الامور الحساسيه اللي صعيبه وجدت في هذه الظرفيه ديال شهر رمضان. نتمنوا ان الناس يعني كما تنقولوا الله يا ربي الله، شويه من عندهم شويه من عندهم. كاين الازواج طبعا المذكر، كنهضر على الزوج عفوا، العامل ديال تدخيل الازمه، الهشاشه، الفقر، وكاين بعض النساء وسمحهم الله باش نكونوا واضحين، نديروا نشدوا العود العصا من الوسط، عود تيجنوا من عدم، كما قال سي عمر من الفنيدق في اتصال اللي قبل الاخت وفاء، قال انه شاف الزوجه كتعنف الزوج ديالها وما اكثرهم طبعا في المغرب وخارج المغرب. اذا متتبعينا، كان معكم احمد المعتكف في الدردشه الليليه في مباشره معكم من تطوان، في الموضوع اللي اخترنا لكم اليوم بعد فرض الحجر الصحي والاعلان عن حالات الطوارئ الصحيه والمغرب، شنو رايكم في العنف الزوجي اللي كاين بين الازواج؟ نشكركم على التفاعل ديالكم والتعليقات ديالكم، الى اللقاء غدا ان شاء ربنا.